اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه اثراء، التي من خلالها نغطي جميع الفعاليات المقامه داخل دوله الكويت، منها الاجتماعيه والثقافيه وايضا الدينيه والتربويه. فاهلا وسهلا فيكم في حلقه اليوم، حياكم الله معنا. راعي حفظنا الكريم معالي الشيخ احمد الفهد الاحمد صباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وينوب عنه سعاده الشيخ دكتور عبد الله مشعل مبارك الاحمد صباح، معالي وزير الإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن بن داحل المطيري، وينوب عنا السيد دكتور ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام. السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء فريق إكسبو 965 في المعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، أحييكم أرق تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب في معرضنا السنوي الخامس الذي يقام لهذا العام تحت رعاية كريمة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، ورعاية معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن الداحل المطيري، ورعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الصباح، ورعاية وحضور معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الأستاذ. يتضمن معرضنا لهذا العام 6 ملتقيات مهمة وحيوية، وهي الملتقى الشبابي 3 للتراث والصناعات اليدوية، والملتقى 3 لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والأيتام، وملتقى مدراء المناطق التعليمية والموجهين، والملتقى 3 للفرقة التطوعية المنجزة، وملتقى رؤساء الفرقة الشعبية القديمة، والملتقى الخليجي 4 للتراث والحرف والحرف اليدوية. بالختام، تتخلل فقرات المعرض وملتقيات المصاحبة له العديد من المحاضرات وورش العمل وعرض مقتنيات متحفية نادرة، كذلك تقام العديد من المسابقات وتوزع جوائز مختلفة على الفائزين في حضور والجمهور، كذلك يتم في كل ليلة من ليالي المعرض تكريم كوكبة متميزة من أبناء الكويت وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشقيقة والصديقة، الذين لهم بصمة وخدمات متميزة في خدمة ورعاية ما يهم التراث الكويتي والخليجي بصورة مختلفة. تأسس الفريق فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين في 7 مارس 2016. ينضم لهذا الفريق 175 عضو يمارسون 77 مجال تراثي وحرفي ومهني وإبداعي متنوع. يشارك عدد 150 من إخواني أعضاء فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بهذا المعرض، وهم من أصحاب المقتنيات التراثية والهواة والحرفيين وأصحاب المهن القديمة والمبدعين الكويتيين. أقام الفريق وشارك في 216 معرض معرض محلي و17 معرض دولي، كما فاز في 7 من أعضاء بجوائز دولية للتميز الحرفي، وكرم حتى تاريخ 1550 شخصية كويتية وخليجية وعربية صديقة. وفي عام 2017 انضم الفريق إلى المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسيفيك كعضو مشارك، وفي عام 2020 ارتقى لعضو بمسمى كيان وطني. في الختام، نوجه تحية خالصة وشكر من أعماق لجميع معالي الوزراء والشيوخ والوجهاء والحضور الكرام، كما نشكر جميع الرعاة الذين شرفونا بتعاونهم وغمرونا بدعمهم، وهم كل من وزارة الدفاع، وزارة الإعلام، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، بنك برقان الراعي الاستراتيجي، مؤسسة بترول الكويتية الراعي الماسي، والعم فهد المعجل، والسيد عبد الرزاق الخميس، والسيد داود الدبوس، ومجلس الوطني الثقافة الفنون والآداب، والأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للشباب، وجمعية النزهة التعاونية، وجمعية الشعب التعاونية، وجمعية الرميثية التعاونية، وجمعية الجابرية التعاونية، ومجموعة الخليج التأمين، وجمعية الروضة وحولي التعاونية، وجمعية مبارك الكبير والقرين، مجموعة شركات الغنام، مبرة دشتي وبست اليوسفي، ومبرة العوازم الخيرية، ومبرة إبراهيم طاهر البقري للابن البار، وفريج صويلح، ومجموعة الوكالات الوطنية كيا موتورز. شكرا لكم من القلب، لولا الرعاة ما أقام هذا المعرض، وحضوركم كريم ورعاة معنا معالي الوزراء، شكرا لكم من القلب، ونبي أكبر تحية صدقة لكم أنتم واليائين كلنا أعضاء فريق إكسبو 965. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة وكيل وزارة الإعلام، الأخوات والأخوة أعضاء فريق إكسبو 965، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دولة الكويت تحرص على دعم ورعاية أبنائها من الشباب المبدعين وتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم باعتبارهم مستقبل البلاد وثروتها الحقيقية، وإيماناً منا بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها، لذا فإن دعم ورعاية هؤلاء المبدعين واجب وطني. وفي إطار الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة
والتي تعمل على بناء الإنسان الكويتي وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على رعايته وتشجيعه على الإبداع والابتكار. يطيب لنا اليوم أن نتواجد معكم في افتتاح المعرض الرسمي السنوي الخامس لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين 2023. السيدات والسادة الحضور، إن دعم ورعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لفريق معرض إكسبو 965 يؤكد حرص معاليه على دعم الموروث التراثي والثقافي والشعبي للبلاد وإبراز دوره الحضاري والثقافي ومواهب أبنائه بهدف تنوير الجيل الجديد وبيان كيفية المحافظة على تراث الآباء والأجداد وتشجيع المبدعين الكويتيين على التميز والابتكار بما يتوافق مع رؤية الكويت المستقبلية. وختاماً، أثمن جهود أبناء الكويت المخلصين أعضاء فريق إكسبو 965. نحن نقدر التزامكم ونفخر برسالتكم في نقل الصورة الحقيقية لأهل الكويت الذين عملوا بكل جد ليحافظوا على تراثنا الكويتي العريق ويحموا وجوده. ونؤكد لكم أننا نرى مستقبل الكويت من خلال أعين الآباء والأجداد الذين أحبوا الكويت وضحوا لعزتها وكرامتها بالغالي والنفيس. حفظ الله الكويت وأعاننا جميعاً على خدمتها ورفعة شأنها ووفقنا لما فيه خيرها وعزها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.